السلام عليكم. جولتنا النهاردة في مكان لبيع البراويز والتحف، البراويز بجميع الأحجام الخاصة بيها، في صغيرة وفي كبيرة، في براويز فيبر وفي بلاستيك، في براويز إزاز. ده كتاب على فكرة سعره حوالي 40 جنيه، ده كتاب ديكور، يعني هو مش كتاب، هو ديكور لكتاب بيتحط في مكان كده او للتصوير. في عندي البرواز اللي هو باب الكعبه ده بحوالي 400 جنيه، في برواز ورود او مناظر طبيعيه، في ايات قرانيه جميله او معموله بالنحاس، في اشكال كتيره جدا متنوعه داخل المكان على فكره، متاح ليهم ان هم يصنعوا البراويز. البراويز بتبدا عندهم من 20، 25 لحد 40 متوسط. الخامات كلها جميلة جدا وأشكال جميلة جدا. المكان ده فعلا في حاجات كتير كنز، يعني أنا دايما بدور على المكان اللي فيه أكتر من حاجة. في ساعات كمان بأشكال كتيرة جدا، ممكن لو انتوا حابين شكل ساعة معينة هما ينفذوها، يعني هما عندهم ورشة أصلا بيصنعوا، مش مجرد محل للبيع. اي شكل ساعة عاوزينه او شكل برواز، او لو في فريم او غلاف لبرواز معين انتوا حابينه بس حابين يتغير بيغيروه برضو. زي ما انا قلت الاسعار بتتراوح من 20 ل 25 البرواز. الشكل او المنظر الطبيعي بتبدأ من 30 ل 50. في باب الكعبة ده انا قلت بحوالي 400 جنيه. اشكال جميلة جدا. انتظروني في جولة اخرى، يا رب الجولة تكون عجبتكم. السلام عليكم.